مشاهدينا نحييكم من جديد. هنواصل معاكم مناقشه قضايانا المختلفه. قبل الفاصل كنا بنتكلم، لقيت انفعال شديد من الناس يتعلق بالاستاذ الجامعي في جامعه الازهر اللي عذب ابنه حتى الموت، كان يعاقبه يؤدبه لان الولد زي ما قلت لكم هو اتهمه يعني انه سرق 400 جنيه ووزعها على اخواته. يعني خطأ من طفل مهما كان حجمه، لكن علاج الاخطاء لا يكون ابدا بتعذيب الطفل حتى الموت. كمان الناس وهي بتبعت لي استاذ جامعي، طب كان بيعلم التلاميذ ايه وبيعلم النشء والشباب ايه؟ وجامعة الأزهر كان لازم كمان يبقى عندها موقف واضح، يعني هو في النهاية ده لا يسيء لجامعة الأزهر ككل يعني، لكن كمان كان لابد أنهم يعلقوا على ده. الطبيبة كمان الأم سابت ده يحصل إزاي؟ ده اللي عامل حالة صدمة عند الناس، خاصة أنه في النهاية المحصلة النهائية أن في طفل ضاع مننا، ولد زي الورد. لما استمعت إلى كمان شهادات مدرسيه الصدمة أكبر، الولد هو اللي بيقرأ القرآن، يقرأ القرآن في المدرسة، موهوب ونابغة يعني، عنده بتعلم كويس قوي وعنده حافظ القرآن وعنده التربية الدينية. الأطفال دايما بيغلطوا يعني مع مسيرة الحياة. القضية دي مش لازم تعدي، لازم نشوف تحليلها النفسي الاجتماعي، خاصة أن القانون هنا وده اللي هيخلينا نسأل الأستاذ عصام عجاج المحامي. القانون هنا أنا بشوف في حوادث من هذا النوع هتبقى إيه؟ ضرب أفضل إلى الموت هيراعي أن ده أب وعنده أطفال تانيين وهكذا يعني. أستاذ عصام أهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل والساده المشاهدين. دلوقتي الناس لانها بتكلمني على مصدومه جدا، استاذ جامعي في جامعه الازهر، الزوجه طبيبه، تعذيب طفل حتى الموت، هو بيؤدبه يعني. القانون بيتعامل مع ده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو بيفرق عمليه الضرب يا استاذ وائل اذا كان فيها قصد جنائي من هو يقصد القتل او يقصد ان هو يميته من ان هو يؤدبه هنا، ادى الضرب الى الوفاه، اصبحت الجريمه بتوصف بجريمه ضرب افضى الى موت. الضرب المفضي الى موت القانون حدد لها عقاب من 3 إلى 7 سنوات. طالما ان القاتل او الذي قام بالاعتداء لم يكن يقصد قتلا او اماته المجني عليه. حتى لو في جلد للاطفال، اصل هو تم جلدهم بشكل الاثار، حتى اثار الجلد شديده يعني. حتى لو كان في جلد، طالما لم انتفت النيه الداخليه اللي هي عمليه القتل، مهما كانت نوع الضرب اللي ادى الى الضرب الافضل الى موت، لا يعاقب الا عن جريمه ضرب افضل الى موت، وتختلف عن جريمه قتل العمد اللي بيتوفر فيها القصد الجنائي. يعني ايه القصد الجنائي؟ يعني هو من جواه كان عنده نية القتل. طبعا ظروف الواقعة وملابساتها بتقول ان هو اب ما فيش نية القتل، ما فيش نية التعمد، ما فيش نية ارهاق الروح، ومن ثم بيعاقب على تلك الجريمة اللي هي 3 إلى 7. لكن عايز اقول حاجة حضرتك اشرت اليها، يعني بدون مدح لحضرتك، بدليل ان حضرتك برضو عندك علم كافي بهذه الواقعة، ان المحكمه من حقها لظروف الجريمه انها تنزل بالعقاب. يجوز انها تديله، ما فيش براءه فيها، لكن يجوز انها تنزل بالعقاب وفق الماده 17 من قانون العقوبات وتديله سنه مع الايقاف. هنا المحكمه لما تيجي تقدر هذا بتقدر ان ده والد وكان لم يقصد القتل، ويكفي ما اصابه من إيلام نفسي من جراء ان هو ابنه توفى. الحاجات دي كلها بتراعيها. بس هل معقول؟ ده انا عندي الناس مصدومه، رسائل هذا اب يستحق الاعدام، ازاي يموت ابنه بهذا الشكل حتى لو لم يكن يقصد؟ ده يستحق الاعدام، فتبقى العقوبه يمكن ان تصل الى الهشاشه دي يعني؟ لا مش الهشاشه، ده انا هقول لحضرتك على حاجه. اي جريمه قتل مهما كانت، هقول لحضرتك على حاجه والناس القانونيين عارفين وسامعين بهذا،
اللي بيضرب واحد بعصايه على دماغه، يعني اشد وضربه في مكان مميت وبتضربه بعصايه على دماغه، ان لم يكن يقصد ان هو يميته فبيعاقب بضربه افضل الى موت. القانون بتاعنا بيقول كده. ده هذا ده 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 حاجه متعارف عليه، لان انا هو العبره في المحكمه لما تقدر هذا، تقدر ان هو عنده نيه ازهاق الروح ولا ما عندوش نيه ازهاق الروح. حاجه تانية ما حدش يعرفها او بعض القانونين هم اللي يعرفوها، لو واحد زق واحد يا استاذ وائل اهو ما ضربوش، مجرد ان هو زقه في صدره كده، وكان الراجل دوت اصلا من جواه مريض باي مرض قلبي او خلافه، ما استحملش الزقه ومات. توصف ضربة أفضل إلى موت. ويمكن حضرتك ناقشت واقعة زي دي مثيلة خاصة بالضابط المباحث بتاع إسماعيلية، اللي لما دخل للصيدلية ما ضربش الصيدلية، هو زقه عوقب وعوقب عن جريمة ضربة أفضل إلى موت. زق الصيدلية، الصيدلية كان مريض بمرض قلبي توفى. بشكر حضرتك أستاذ عصام. طبعا يا جماعه يعني هنا انا بسلط الضوء على ده ليه؟ لان هقول ان القانون هنا ده يعني ما هو قانون في النهاية، لكن عشان تعدل أي قانون ده بيحتاج تشريع جديد، لكن صدمة كمان إن الناس هتقول هو أب فقد ابنه وبالتأكيد هو مكلوم وحزين، لكن يكافئ يعني بإن القانون يكون ليس رادعا بهذا الشكل معاه. طبعا القوانين عندها في مجموعه من الاعتبارات بيتم مراعاتها يعني، وانا زي ما قلت لكم لان شفت قضايا من هذا النوع كتير، فهيراعي ان عنده ولاد تانيين فالولاد ممكن يضيعوا فمحتاجين الاب، كل ده يعني بيوضع في الحسبان. انا بقى معظم الرسائل اللي بتجيلي هذا الاب والام كمان يستحقان الاعدام يعني. انت هنا بتتعامل مع قانون، بنسلط الضوء على ده، ربما يعني بعض القوانين عندنا هي مش مقدسة، القوانين ليست مقدسة، يصنعها البشر من اجل البشر، وبالتالي يمكن تعديلها يعني لما نشوف ايه اللي بيحصل بالشكل ده، لان الطفل ده لما يضيع مننا ومن مين يعني؟ اب له مكانة اجتماعية وام ايضا لها مكانة اجتماعية.